اعتراف أمريكي خطير لأول مرة. بوتين قسم بريطانيا والمملكة المتحدة لم تعد متحدة بعد اليوم. وبايدن يفجر مفاجأة الساعات الأخيرة ويعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية في أمريكا. وتبقى الأسئلة، لماذا يماطل بوتين من أجل استمرار الحرب الأوكرانية حتى صيف 2025؟ وماذا بعد سقوط رهان أمريكا على حدوث ثورة أو انقلاب في روسيا خلال العام الأول من الحرب؟ وما هي أثار ضربات بوتين على بريطانيا تحديدا؟ كل ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. مع غموض الموقف الروسي وعدم وجود موجة روسية تحت مسميات شتاء الغضب أو فبراير الغضب أو شتاء الحسم، الغرب هو اللي بدأ يخطط لهجوم أوكراني مضاد تحت عنوان الربيع الأوكراني. الهجوم ده هيبقى ضد السيطرة الروسية على جزيرة القرم اللي بدأت من سنة 2014. للسبب ده الغرب بدأ يسلح أوكرانيا بشكل مختلف، لأن الجيش الأوكراني هيحاول يستعيد القرم بعد غياب 9 سنين تحولت فيهم إلى مقاطعة روسية. جبهة القرم أو جنوب أوكرانيا هتبقى صداع رهيب في دماغ الكريملين على ضوء عدم سيطرة الكريملين على شرق أوكرانيا بالكامل حتى اليوم. وخليني أقول لكم إنه لو الحرب دي طولت والكفة فضلت زي ما هي بدون انتصار واضح وحاسم لروسيا، فإن الغرب اللي بيقولك دلوقتي إنه ضد تسليم أوكرانيا المقاتلات أو طيارات حربية، بالكتير قوي هتلاقيه بيورد لأوكرانيا الطائرات دي بعد 6 شهور، زي بالظبط ما قالوا لك مش هنورد لأوكرانيا دبابات، والنهاردة الدبابات الألمانية في طريقها إلى صفوف الجيش الأوكراني. مجلة الفورين بوليسي الأمريكية أشارت إلى أن الغرب خسر الرهان على قيام الكريملين بالانقلاب على بوتين بسبب الحرب. المجلة الأمريكية اعترفت بأن الغرب أيضا خسر الرهان على قيام ثورة شعبية ضد بوتين بسبب الحرب، وأن الشعب الروسي أظهر تماسكا خلف قيادته السياسية والعسكرية خلال العام الأول من الحرب رغم الإخفاقات اللي حصلت في بعض مراحل العام الأول. التقرير بيعترف بأن ترهيب روسيا بالناتو قبل الحرب لمنع حدوثها فشل، وأن حزمة العقوبات الغربية أيضا فشلت. كما يتضمن التقرير اعتراف بأن بوتين نجح في رهانه على أن بعض الدول الكبرى دوليا وإقليميا لن تضحي بمصالحها مع روسيا وتنخرط في العقوبات الغربية ضد موسكو، وعلى رأس الدول دي الصين والهند ومصر والخليج العربي خاصة السعودية والإمارات. ونترك التقارير الصحفية جانبا ونقول أن هناك قراءة جديدة بين المراقبين في الفترة دي أن الحرب الأوكرانية لن تنتهي إلا صيف عام 2025، وأن بوتين مش هيقبل بأي مبادرات طول ما جو بايدن في البيت الأبيض، وحينتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر 2024 علشان لو جه رئيس أمريكي جديد ممكن يقسم معاه مناطق النفوذ في أوكرانيا بشكل مريح أكتر لروسيا، زي ما حصل بالظبط لما بوتين انتظر انتخابات أمريكا عام 2016 وخسرت هيلاري كلينتون وجاء دونالد ترامب وقسم مع بوتين مناطق النفوذ في سوريا، وهي المناطق الباقية حتى اليوم. وحصلت روسيا على سوريا الغربية، وحصل الأمريكان على سوريا الشرقية، وحصلت تركيا على إدلب في الشمال. وبالتالي تذهب هذه القراءة إلى أن بوتين سوف ينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية نوفمبر 2024 قبل أن يقرر البدء في مباحثات السلام. بايدن رد على بوتين في الساعات الأخيرة بحسم ملف ترشحه للرئاسة، وضرب بعرض الحائط كل التوقعات بأنه مش هيترشح، وأعلن ترشحه للولاية الثانية، ودي أول مرة بايدن يحسم فيها الملف ده بالشكل الواضح ده. هل هو مجرد تكتيك في مفاوضات بين أمريكا وروسيا؟ أم أن بايدن فعلا هيترشح للرئاسة الأمريكية؟ وهل نشهد في انتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر 24 تكرار للانتخابات اللي فاتت ونشوف مواجهة بين جو بايدن ودونالد ترامب؟ الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين الكبيرين في أمريكا هي اللي هتجاوب على الأسئلة الصعبة دي. ونذهب الآن لصحيفة فورين بوليسي اللي فجرت بملف ضخم قنبلة عن تأثير روسيا على المملكة المتحدة. اللي مش فاكر نقوله أنه السنة الأولى للحرب الأوكرانية أدت لسقوط حكومتين في بريطانيا في أقل من عام، أكبر اضطرابات سياسية في شوارع بريطانيا من 45 سنة، وأخيراً إفلاس النخب البريطانية عن إنتاج رجل دولة قادر على حل الأزمة وصولاً إلى أزمة اختفاء الخضار والفاكهة الرئيسية من أسواق بريطانيا أواخر فبراير الحالي. عنوان التقرير هو المملكة غير المتحدة،
عن تآكل الوحدة البريطانية، وإن الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس سابقاً وكانت سيدة العالم في القرن 19 فهزمت نابليون وروسيا في القرم والصين وغزت مصر والهند وسيطرت على آسيا وإفريقيا والكاريبي، ثم توجت هذا الصعود بالانتصار في الحرب العالمية الأولى والثانية. هذه الإمبراطورية على وشك التفكك إلى 4 دول هي إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا، إلى جانب فيروس إعلان جمهوريات الكومنولث البريطاني زي أستراليا وكندا ونيوزيلندا. التقرير بيكشف أن بريطانيا كانت بتسيطر على إيرلندا الشمالية بحجة حماية الأقلية الكاثوليكية من الأغلبية البروتستانتية، ولكن النهاردة حصل تغير ديموغرافي وإيرلندا الشمالية بقت ذات أغلبية كاثوليكية، وبالتالي حجة بريطانيا لضم هذه المنطقة قد سقطت تاريخيا. لا عاد في وحدة دينية أو ثقافية بين إنجلترا وإقليم إيرلندا الشمالية اللي بيطالب بالاستقلال والانضمام إلى جمهورية إيرلندا. فورين بوليسي بتتكلم إن ويلز كمان بتطالب بالاستقلال عن إنجلترا، وإن فكرة مطالب الاستقلال في إيرلندا الشمالية واسكتلندا بيعتبر نوع من التمويه الصحفي والإعلامي مش أكتر. التقرير بيكشف إن المملكة المتحدة اتقلصت إلى عشر مساحتها في زمن الملكة إليزابيث الثانية اللي كانت بتحكم ربع سكان العالم تقريبا لما صعدت للعرش عام 1952، والنهاردة بريطانيا عبارة عن جزيرة مع 10 أقاليم في الخارج معظمهم ملاذات ضريبية للرأسمالية البريطانية، في حين أن الكومنولث البريطاني مجرد جثة هامدة. حكومة توني بلير علشان تحل أزمة الهوية جوه بريطانيا أسست حكومات لديها صلاحيات واسعة في الأقاليم دي، حكومة اسكتلندا في أدنبرا وحكومة ويلز في كاردييف وحكومة أيرلندا الشمالية في بلفاست، وده علشان يتم تهدية عناصر القومية الاسكتلندية والأيرلندية والويلزية. ولكن اللي حصل إن الحكومات دي أثبتت للشعوب البريطانية إنها أكثر كفاءة من حكومة لندن المركزية، وبريطانيا بقت قدام مفارقة إن القومية الإنجليزية ضد هيمنة الاتحاد الأوروبي بل وربما ضد بريطانيا نفسها، في حين إن القومية الإسكتلندية والويلزية والإيرلندية مع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وضد الاستمرار تحت التاج البريطاني، ما يعني أن صراع القوميات البريطانية سوف يفجر بريطانيا من الداخل في المستقبل القريب. التقرير بيقول إن هيبة الجيش البريطاني انهارت في المجتمع البريطاني بعد الإخفاقات العسكرية في حربي أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003. التقرير اتكلم في الآخر عن حاجتين، الأولى إنه مفيش أي أمل في إصلاح بريطانيا حاليا، وإنه على البريطانيين انتظار حكومة جديدة مع انتخابات يناير 2025. أما الحاجة التانية فهي إن روسيا لعبت دور كبير جدا في تفكيك بريطانيا، وده عبر دعم القوميات البريطانية إعلاميا وإلكترونيا وتشجيعها على التمرد على التاج البريطاني وفكرة المملكة المتحدة وإملاءات العولمة والصوابية السياسية. احنا في زمن الضباب السياسي ما بين رغبة الغرب في فتح جبهة القرم لإجبار بوتين على اتفاق سلام سريع، وما بين رغبة الكريملين في إطالة أمد الحرب طالما إن الحكومات الغربية بتتساقط تحت أقدام بوتين. 27 حكومة سقطت عام 2022 وثلاث حكومات عام 2023 بالإضافة لمحافظ البنك الدولي حتى الآن. في ظروف زي دي نركز في حالنا وحال بلدنا، تجاوزنا قسم كبير من آثار الأزمة على الاقتصاد المصري ولسه مكملين، حفظ الله بلدنا من جحيم لعبة الأمم في أوكرانيا وجعل مصر كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.